قدم اليوم الخميس رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة رسمياً استقالته من على رأس الهيئة الكروية العليا في البلاد، وذلك خلال اجتماع استثنائي للمكتب الفيدرالي. الاستقالة جاءت على ضوء النكسة التي تعرض لها المنتخب الوطني والتي كان بطلها من دون منازع حكم اللقاء بكري قسامة، علاوة على الحملة التي طالت رئيس الفاف ومكتبه الفيدرالي نظير التقاعس في أداء دوره الدفاعي وإنصاف الخضر في موقعة تشاكر سهرة الثلاثاء ضد الكاميرون، حيث لم يكن تحرك عمارة وجهازه التنفيذي وفق تطلعات المناصرين وما تقتضيه الطرق الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه الظروف، محملين إياه مسؤولياته الكاملة، ما دفعه إلى رمي المنشفة والاستقالة. وعاش رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم فترة صعبة للغاية خلال يومين بعد الضغط الجماهيري والحملة الدولية لإنصاف المنتخب الجزائري من الحكم قسامة وقراراته المثيرة للجدل والضغط على الفيفا من أجل فتح تحقيق ولم لا إعادة المباراة. بهذه الاستقالة يكون الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد قطع الشك باليقين وأوضح موقفه من استقالة رئيسه وكل ما نشر من أخبار بخصوص هذه القضية عبر مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وكانت مصادر إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى أن شرف الدين عمارة جهز مسبقا قرار استقالته مع حل المكتب الفيدرالي، حيث كان قد أبلغ أمس الأربعاء أعضاء مكتبه إلى اجتماع استثنائي واتخاذ قرارات حاسمة بعد الفشل في التأهل لمونديال قطر 2022. هذا وكان شرف الدين عمارة قد تقلد منصب الفاف في أفريل 2021، حيث دخل الغمار الانتخابي بمفرده وذلك لعدم وجود منافسين، فكان تعيينه مرادفا للتزكية.